إلى أحلام لتوافينا بتغريدة اليوم. تفضلي أحلام. شكرا لك يا ميسون. أهلا بكم. تمثل النساء نسبة 20% من مجمل عدد أعضاء مجلس الشورى السعودي، موزعات بحسب اللجان، بما يضمن طرحهن لاحتياجات المرأة والعائلة السعودية. وبعضهن فاعلات على تويتر يشاركن النقاش والطرح والإفصاح تارة أخرى عما يدور داخل تلك الجلسات، وهو ما تحرص عليه العضوة لطيفة الشعلان التي أعلنت يوم أمس من خلال تغريدة لها أكدت فيها موافقة المجلس على مناقشة تعديل النظام الجنسي، مستبشرة بتعديل أوضاع أبناء المواطنات. الخبر حصد تجاوز تعدى 1000 ريتويت، وحظي باهتمام الصحافة التي تناقلت هذا الخبر كخبر رئيسي نقلا على لسان الشعلان. تأكيدا على صحة الخبر، قامت العضوة موضي الخلف بإعادة نشر تغريدة الشعلان ورفعت أسماء آيات التهاني للمواطنات مستبشرة بالقادم. العضو هيا المنيع أيضا نشرت الخبر مؤكدة على موافقة المجلس على مناقشة تعديل النظام. أما العضو فهد العنزي، فهد العنزي أحد معارضي التوصية بذريعة أن الأبناء ينسبون إلى أبنائهم، اكتفى بالتغريد أمس عن حق المواطنة الذي لا يأتي إلا بالانتماء والولاء. ذات التغريدة أعاد تغريدها العضو محمد العلي وهو أيضا المعارض لهذه التوصية أيضا. أما حساب المجلس الرسمي، هنا هذه التغريدة التي كنا نتحدث عنها، أما حساب مجلس الشورى الرسمي مشاهدين فأشار أخيرا إلى أن التوصية الموافق عليها لا تزال في طور الدراسة من قبل اللجنة الأمنية، وذلك لإعادة طرحها من جديد ومناقشتها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. يذكر مشاهدينا أن موضوع تعديل قانون الجنسية خاصة بما يتعلق بأبناء المواطن السعودية سبق وأن نوقش داخل المجلس مرارا دون أن يرى النور، وبحسب ما تناقلوه داخل المجلس أن ذلك تم بسبب عدد معارضي التوصية المتكرر من قبل الرجال، ما دفع إلى تأجيله، وهو اليوم في انتظار قرار اللجنة الأمنية. هذه تغريدتنا لليوم، عودة لمناقشة هذا الموضوع واستكمال ما تبقى ضمن النشرة الرابعة. كما ذكرت زميلتنا أحلام، سنناقش هذا الموضوع عبر الهاتف معي من جدة الكاتبة الصحفية حليمة المظفر. أستاذة حليمة أهلا بك معنا. هذا القانون أو هذا المشروع أصبح الآن في طور المناقشة، ماذا نتوقع من خطوات لاحقة وهل هناك أمال كبيرة تعول عليه؟ من دون شك أكيد الأمل موجود، ومجرد أنه يتحرك الملف بعد أن يكون يعني عدة سنوات متجمد ولا يتحرك في مجلس الشورى ويخرج بموافقة 63 صوت، أكيد هذه خطوة تحمل الملف إلى الأمام، ومن دون شك يعني أمل كبير، يعني كثير من المواطنات السعوديات اللي متزوجات من غير سعوديين يأملن بأن يعني يقر قرار لتأمين هذه الجنسية لأبنائهم، وهي مسألة اختيارية إن أرادوا أن يأخذوا هذه الجنسية أو لا، يعني ما هي مسألة إجبارية. طب أستاذة حليمة، ما هي العراقيل برأيك أو التحديات التي تواجه مناقشة هذا المشروع؟ لا شك أنه الصوت المعارض اللي إلى الآن يعني أنا أعتقد أنه عنده مشكلة في فهم القضية، في فهم أنه هذه المسألة حقوقية وليست مسألة أنك أنت بتعطيها، هي مسألة حق للمواطنة أسوى بشريكها المواطن في الوطن. فمثل ما أنه المواطن السعودي يعطي طبعا جنسيته لأبنائه من زوجات غير سعوديات، من حق المواطنة أيضا أن تعطي هذا الخيار لأبنائها، من وهي يعني هذه مسألة حقوقية وتصب في حقوق الإنسان وستدعم حقوق الإنسان. ناهيك أنه
ستكافح التمييز والعنصرية. مثل هذا القرار إذا صدر إن شاء الله بإذن الله مستقبلا سيكافح التمييز، سيكافح العنصرية، لأنه في عندنا هذه المشكلة اللي إحنا لازم يعني الأخوان المعارضين يتفهموا أهمية. أستاذة حليمة، طبعا إذا أقر هذا المشروع هناك عدة عوامل إيجابية له وحضرتك ذكرتيها، ولكن إذا أردنا أن نتحدث من تأثيره على المجتمع السعودي، مدى أهمية هذا المشروع إذا أقر بالنسبة للمجتمع السعودي وخاصة التغييرات الحاصلة في المجتمع السعودي حاليا؟ له فوائد كثيرة. أولا أبناء المواطنات فيهم كفاءات، من حق الوطن أنه هو يستفيد من هذه الكفاءات على مختلف المجالات، سواء مجال ثقافي، صناعي، طبي، علمي، لديهم يعني كفاءات، وهذه الكفاءات تعلمت وتربت ونشأت في السعودية، فمن حق الوطن أنه يستفيد من هذه الكفاءات. ناهيك أرجع أنها يعني ستكافح التمييز. أيضا يعني مسألة هي تعتبر في غاية الأهمية، أنه الأم المواطنة ستأمن على أبنائها، ستطمئن. الشعور هذا الاطمئنان مهم جدا لهذه المواطنة، لأنه كثير من المشاكل حاصلة، عملية مثلا تجديد الإقامة، عملية التأشيرة، الرسوم المترتبة، ما إلى ذلك. حتى بعض أبناء المواطنات ما يقدروا يدرسوا لسنوات طويلة برا البلد، لأنه أحيانا ما تتاح لهم الدراسة يعني الدراسات العليا، فيضطروا يرجعوا قبل ما الإقامة تنتهي علشان يعني ما تحصل مشكلة وما يقدروا يرجعوا مرة ثانية. أستاذة حليمة، سؤال أخير، هل تتوقعون أن مناقشة هذا المشروع تأخذ وقتا طويلا بإيجاز لو سمحتي؟ والله أنا أتمنى، يعني مجرد تحريك الملف الآن أنا متفائلة جدا بالقادم، وإن شاء الله ما تطول أكثر من كذا، والأمل موجود بإذن الله. شكرا لك، كنت معي من جدة الكاتبة الصحفية حليمة المظفر.